लकीरा दी गड्डिया स्टेशन।
Hear this. Thank you.
എല്ലാവരും അനുഭവത്തോടുകൂടി എൻ്റെ മകളെ ഞാൻ വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കാൻ പോവുകയാണ്. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. അൽഹംദുലില്ലാഹ്, الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون اما بعد فيا ايها الناس اوصيكم واياي اولا بتقوى الله الملك الواحد بالذات وبعبادته الكريم الموصوف باعلى الصفات فان التقوى والعباده ينجيان من النار ويدخلان الجنات قال تعالى يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين الا وان الله تبارك وتعالى امرنا بالنكاح ونهانا عن السفاح فقال تعالى مخبرا وامرا وانكحوا الايام منكم والصالحين من عبادكم وامائكم ان يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم واتوا النساء صدقاتهن نحله فان طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا وقال النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج ومن لم يستطع فعليه بصوم فإنه له وجاء وقال النبي صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي وقال أيضا فمن رغب عن سنتي فليس مني وقال النبي صلى الله عليه وسلم من تزوج امرأة لعزها لم يزده الله إلا ذلا ومن تزوجها لمالها لم يزده الله إلا فقرا ومن تزوجها لحسبها لم يزده الله إلا دناءة ومن تزوج امرأة لم يتزوجها إلا ليغض بصره ويحسن فرجه ويصل رحمه بارك الله له فيها وبارك لها فيه أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بارك وسلم عليه وصل على جميع الأنبياء المرسلين والحمد لله സ്വർണ്ണാഭരണം മകളിന് താങ്കൾക്ക്
സ്കാൻ ചെയ്തു അന്നയാക്കി തന്നിരിക്കുന്നു. അന്നയുടെ മകൾ മഹദിനെ സ്കാൻ ചെയ്ത് അന്നയാക്കി ഞാൻ സ്വീകരിച്ചു. സല്ലല്ലാഹു സല്ലമ ആലിഹി മുഹമ്മദ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം വ അസ്ഹബിഹി അജ്മഈൻ. അൽ ഫാത്തിഹ. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة. الحمد لله الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم أوصل وبلغ مثل ثواب ما قرأناه هذه هدية واصلة ورحمة نازلة وبركة شاملة وتحفة كاملة بعد القبول منا إلى حضرة نبينا وحبيبنا وثمرة فؤادنا وطبيب ربنا وحبيب ربنا بالقاسم محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ارزقنا زيارته وأوردنا حوله المورود واحشرنا تحت ظل لوائه المعقود. اللهم ثم إلى حضرة أصحابه البدريين والأحديين والحنينيين والخندقيين والتبوقين والرموقين ومن بايعهم تحت شجرة رضوان الله تعالى عن كل واحد أجمعين. اللهم يسر عسيرنا وسهل أمورنا وأد ديوننا واشف أمراضنا وأمراض مرضانا بحق هؤلاء شرفاء الكرماء العلماء المذكورين. أيها الزوجان بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع الله بينكما في خير ولطف وعافية. أيها الزوجان بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع الله بينكما في خير ولطف وعافية. أيها الزوجان بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع الله بينكما في خير ولطف وعافية. اللهم ألف بين هذين الزوجين كما ألفت بين آدم وحواء عليهم الصلاة والسلام. اللهم ألف بين هذين الزوجين كما ألفت بين عبادك الصالحين يا رب العالمين وإمائك الصالحات يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله تعالى وسلم على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم
We'll be right back.
Thank you.
take this feeling.